طيب هنتكلم على الانوفا او الاناليسيس اوف فاريانس. اناليسيس اوف فاريانس ليه احتاجنا الانوفا؟ احتاجنا الانوفا لان احيانا احنا التجارب اللي كنا بنتكلم قبل كده عليها ان احنا شغالين على نيوميريكال راندوم فاريبلز، مفيش مشكله لو احنا عندنا اتنين نيوميريكال راندوم فاريبلز كنا بنشتغل عليهم، جربنا اشتغلنا على باستخدام الزد ديستريبيوشن واشتغلنا باستخدام التي ديستريبيوشن، وعرفنا امتى بنشتغل بالزد ديستريبيوشن وامتى بنشتغل بالدي ديستريبيوشن. بدأ يبقى عندنا مشكله ان احنا عندنا الاكسبيرمنت بتاعتنا ممكن يكون فيها اكتر من راندوم فاريبل، ان واحد ان اتنين ان تلاتة وهكذا، اكتر من راندوم فاريبل، وعايزين نشوف في الراندوم فاريبل دي الهايبوثيسيس تيست هل هم مختلفين عن بعض ولا لا. فعايزين نعرف على الاقل هل في واحد فيهم مختلف عن الباقيين، وده السؤال. فعشان كده بدأنا نروح ل ديستريبيوشن يقدر يستوعب ان احنا يبقى عندنا اكتر من راندوم، من اتنين راندوم فاريبل. اتفقنا لو احنا عندنا اتنين بس نقدر نروح، او واحد نقدر نروح بالزد ديستريبيوشن نقدر نروح بالتي ديستريبيوشن، اكتر من اتنين هنروح للنيوميريكال راندوم فاريبل، طبعا هنروح للاناليسيز اوف فاريانس باستخدام الانوفا تيست. طيب نفتكر المثال بتاعنا اللي احنا كنا شغالين عليه، ان احنا كنا مقسمين الناس البوبيوليشن لكلاسز او مستويات اجتماعيه، فعندنا في الميدل كلاس، عندنا في الوركينج كلاس، وعندنا في سوري الميدل نرجع تاني اللور كلاس، ده رقم واحد. الوركينج كلاس اللي بعده الميدل كلاس، طبعا دول ليهم ديفينيشنز بالتفصيل نقدر نحدد ازاي الكاتيجوري دي بناء على مجموعة من المواصفات أو السبيكس. الحاجة الرابعة الأبر كلاس. فاحنا قسمنا دلوقتي البوبيوليشن لأربع كلاسز وبدأنا نعمل لهم فوكاب أو فوكابلري سكورز، وبنقدر نشوف الإمكانيات بتاعت الكلمات أو حصيلة الكلمات أو السبيلنج بتاع الكلمات، وبدأنا ندي لكل واحد سكور. يبقى بدأ يجي لنا أوبجكت، سوري بدأ يجيلنا سبجكت معين، والسبجكت ده أو حد هنعمل عليه التجربة رقم واحد مثلا. نقدر نعرف من خلال مجموعة من الأسئلة ده بينتمي لأنهي كلاس أو أنهي فئة مجتمعية أو فئة اجتماعية. الحاجة التانية بنعمل له التيست اللي هو فوكابلري سكور ده، وبنقدر نديله درجة من خلال التيست، والدرجة دي بتبقى من 10. فالوركينج كلاس ده واخد 9 من 10، اللي بعده ده واخد 6، وهكذا لحد ما كل الاكسبيرمنت بتاعتنا كل الناس اللي شاركوا فيها كانوا 769 سبجكت اتعرضوا للتجربة دي. وبدأ يبقى عندنا هنا النال هايبوثيسيس وعندنا الالترناتيف. النال هايبوثيسيس ذا مين اوت كام از ذا سيم اكروس اول كاتيجوري، يبقى كل الكاتيجوريز بتاعتنا اللي هما الأربعة كاتيجوري اللي عندنا، واحد اللي هو اللور كلاس، وبعدين الوركينج كلاس اللي هو اتنين، وبعدين الميدل كلاس اللي هو تلاتة، وبعدين الأربعة اللي هو الأبر كلاس. احنا بنقول ان كلهم مفيش اختلاف في السكور بتاعهم الخاص بالفوكاب تيست ده او الفوكاب سكورز، ان كلهم نفس المستوى وكلهم نفس الخبرة وكلهم نفس الشطارة ومفيش اختلافات كبير بالمستويات الاجتماعية. الالترناتيف تيست بيقول لا، على الاقل at least في اتنين مختلفين، وهنا يعني برضو ممكن نقول على الاقل في واحد مختلف عن الباقيين، هي هي، فعلى الاقل في اتنين مختلفين عن بعض. يبقى على الاقل في اتنين مختلفين عن بعض في الجروبس دي كلها. طيب يعني احنا لو وصلنا انتهينا بالتست ان احنا عملنا ريجكت للنال هايبوثيسز في المقابل ان احنا بقينا بنوافق على الالترنيت هايبوثيسز، ده معناه ان احنا بنقول ان لا، مش كل الناس عندهم نفس الخبرات او نفس المستوى السكور او نفس الشطاره في الفوكاب سكور ده، لا ده الناس مختلفين. مختلفين بناء على ايه؟ بناء على الكلاس بتاعهم، الناس اللي في الفئه الاعلى او الفئه الاقل اشطر في الايه، في الفوكاب سكور ده او في الايه،
في حصيلة الكلمات. طب احنا هنا بنتكلم على الفاريابيليتي. الفاريابيليتي اللي في الداتا، لو احنا عندنا، احنا بنتكلم قلنا عندنا 740 تقريبا سبجكت اتعرضوا للتجربة بتاعتنا، ان احنا عملنا لهم تيست للسكور بتاع الفوكاب تيست. فبنقول الفاريابيليتي هنا هتتقسم لجزئين، الفاريابيليتي اتريبيوتد تو كلاس، يبقى فاريابيليتي نتيجة الاختلاف بين الكلاسز وبعضها، وده اللي احنا لسه مش عارفين هو في اختلاف ولا لا. يبقى كل كلاس الفئة، الناس الوركر او الناس الفقيرة كلهم ليهم وضع مختلف عن الناس المتوسطين مثلا يعني. يبقى الفاريابيليتي هنا جاية نتيجة اختلاف الكلاس نفسه، او اختلاف الراندوم فاريبلز اللي احنا بنتكلم عليه، او الريسبونس راندوم فاريبل. وفي الفاريابيليتي وزن الجروب نفسها، اللي جوه الجروب نفسها اللي احنا بنتكلم عليه، وزن الجروب. يبقى التوتال فاريابيليتي ال 700 دولت هيبقوا مختلفين بسبب حاجتين. الحاجة الأولانية لو كان في فعلا اختلاف في الكلاسز، يبقى الحاجة الأولانية بسبب اختلاف الكلاسز. الحاجة التانية بسبب وزن الجروب نفسها جوه الكلاس نفسه، برضه الناس كلها مش زي بعضها. طيب ده تيبل بيورينا الشغل اللي احنا هنعمله في الانوفا تيست بيزد على التيبل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. هنشوف كل البارامترز اللي فيه بنقدر نطلعها ازاي لحد ما بنقدر نوصل للبي فاليو بتاعتنا. أول حاجة عندنا هنا اللي هو السام اوف سكويرز توتال. ايه السم اوف سكويرز توتال؟ هنا بيقدر يميجر التوتال فاريابيلتي ان ذا ريسبونس فاريبل. ايه هو التوتال فاريابيلتي؟ هنشوفه دلوقتي حالا ازاي بيتحسب. وهو بيتحسب بنفس طريقه الفارينس العاديه اللي احنا عارفينها. احنا كنا بنحسب الفارينس ازاي؟ كنا بنطرح كل سامبل، بنطرحها من المين وناخد السم اوف سكويرز. فده بالظبط اللي بيحصل في حالتنا هنا. احنا عندنا 700 سامبل، 759 التوتال سامبلز اللي عندنا، 795 سامبل، وعندنا المين بتاع كل السامبلز اللي شاركت اللي هو 6.14%. فبنروح نمشي على كل عينة او كل سامبل، سوري، السبجكت الاولاني جاب 6 في السكور، فيبقى 6 ناقص 6 14 سكوير 9، وهكذا. هنعمل الكلام ده كام مرة؟ طبعا واضح ان ده بيتكلم على التوتال سامبلز عندنا اللي عندنا، يبقى احنا هنعمل الكلام ده 795 مرة. الكلام ده كله طلع الرقم اللي احنا شايفينه ده، ده بيمثل لنا السم اوف سكوير توتال. يبقى السم اوف سكوير توتال هنا الفرق بينه وبين الفاريانس ان احنا هنا ما بنقسمش في الاخر على ان، ما بنقسمش على عدد، ما بنعملش نورماليزيشن، ما بنعملش افريجنج، لا احنا هنا خدنا السام اوف سكويرز وخلاص. اختلاف كل السامبلز اللي عندنا او كل السبجكتس اللي عندنا اختلافهم عن المين سكوير وجمعنا. الاس اس تي دي اول حاجه بنحتاجها في الانوفا تيست. الاس اس تي هو القيمه اللي احنا شايفينها دي. الحاجه الثانيه اللي بعد كده عندنا اللي جوه جروب نفسها هنسميه السام اوف سكويرز جروبس SSG، وده بيمثل لنا الفاريابيليتي بتوين. احنا عندنا الاربعة كلاسز عندنا اللي هو N1 وN2 وN3 وN4، كل واحد من دول ليه مين مختلف، ليه مين مختلف، سوري، اكس داش 1، اكس داش 2، اكس داش 3، اكس داش 4، كل واحد من دول ليه المين بتاعه مختلف. عايزين نشوف نميجر المينز، الاختلاف في المينز ده او الاختلاف بتوين الجروبس. فاحنا هنا عندنا المين بتاع اللور كلاس كان 5.07، المين بتاع الوركينج كلاس 5.75، وهكذا. كل واحد ليه مين مختلف، يبقى احنا بنيجي نقول اه والله يبقى 5.07 ماينس التوتال مين او الاوفرول مين او الجراند مين احيانا بنسميه. بنطرح الاثنين دول من بعض برضو قريب من الفكرة بتاعتنا، وبعدين السكوير برضو عشان الساين ما تأثرش عندنا، ونضرب في عدد السامبلز اللي شاركت هنا، يبقى اللي هي 41. يبقى ده بيقدر بيميجر ايه الجروب الاولاني قد ايه مختلف عن الجراند مين، الجروب الثاني قد ايه مختلف عن الجراند مين، الجروب الثالث قد ايه مختلف عن الجراند مين، الجروب الرابع قد ايه مختلف عن الجراند مين. يبقى هنا القيمة دي بتمثل لنا ايه؟ بتمثل لنا
اختلاف كل الجروبس، مجموع اختلافات كل الجروبس عن الجراند مين. طبعا لو كانت كل الجروبس ليها نفس المين يبقى خلاص ما بقاش في اختلافات، ما بقاش في مشكلة. يبقى الاس اس تي اتكلمنا عليها اللي هو ماشي على سامبل سامبل، الاس اس جي عايز يميجر الاختلافات بتوين الجروبس وبعضها. الاس اس تي هو كل الاختلافات، فكان الناس متوقعه ان الاس اس جي يكون ليه نفس القيمه. لا، لقوا في اختلاف ان الاس اس تي اكبر بكتير جدا من الاس اس جي. الفرق بينهم ده يتوقع ان يكون هو ايه، ناتج عن ال unexplained by the group variability variable. يبقى في اسباب تانية غير الاختلاف between الجروبس، ده الاختلاف within الجروب نفسها. يبقى ال SSGE هنا احنا اتفقنا ال SSG بيمثل لنا الاختلاف بين الجروب وبعضها، وال SST كل الاختلافات اللي موجودة عندنا. فرق الاتنين بينهم وبين بعض بيمثل لنا مجموع الاختلافات جوه الجروبس within الجروبس، جوه الجروب الواحد، جوه الكلاس الواحد في التجربة بتاعتنا، جوه الفئة الغنية في اختلافات، هو ده اللي بيمثله. ده بيمثل لنا مجموع الاختلافات جوه الجروبس وجوه الكلاس سي واحد اللي هو الكلاس واحد والكلاس اتنين والكلاس تلاتة والكلاس اربعة، او الراندم فاريبل نيوميريكال راندم فاريبل الاولاني اللي جواه. واحنا متخيلين دلوقتي تاني ان ال SST بيمثل لنا كل الاختلافات اللي موجودة في الداتا عندنا، ال SSG بيمثل لنا الاختلافات بين الكلاسز في المثال بتاعنا، او الاختلافات بين الجروبس، او الاختلافات بين كل راندم فاريبل وراندم فاريبل الاخر، وال SSC هنا هيمثل لنا الاختلافات اللي جوه الجروب نفسها، فرق الاتنين عن بعض. دلوقتي تاني يبقى احنا عندنا ال SST هو بيمثل لنا الرقم اللي احنا شايفينه ده، sum of square totals، وال SSG sum of square groups، يبقى ده بيمثل لنا الفرق بين الجروبس وبعضها، او النيوميريكال فاريبل والنيوميريكال فاريبل الاخر، او في حالتنا هنا الفرق بين الكلاسز. وهنا ال SSE بيمثل لنا الريزيدوال ايرور، الايرور اللي ما قدرناش، فرق ال SST ناقص ال SSG. يعني ال SSE في حالتنا هنا بيساوي SST ناقص SSG. نقدر نطرح ده من ده عشان نجيب ده. طيب دلوقتي احنا جبنا السام اوف سكويرز، ده مش نورمالايزد او مش افريجد، احنا عايزين نجيب حاجه افريج، عايزين نجيب المين المتوسط. فعايزين نجيب، والله نستخدم بقى عدد السامبلز اللي عندنا كانوا كام، ونستخدم عدد الجروبس عندنا عشان نقدر، او هنجيب منه الديجريز اوف فريدم عشان نقدر نجيب في الاخر القيم المين المتوسطات بتاعتنا. طبعا هنا لو احنا عايزين بنتكلم على الديجريز اوف فريدم عندنا، لو بنتكلم على التوتال، يبقى التوتال هو اللي هو 795 سامبل اللي شاركوا معانا ناقص واحد، يبقى ده الديجريز اوف فريدم بالنسبه للتوتال نمبر اوف سامبل. الديجريز اوف فريدم بتاع الجروبس، احنا كان عندنا اربعه جروبس او اربعه كلاسز او اربعه راندوم فاريبلز في حالتنا، ناقص واحد يبقى ده الديجريز اوف فريدم بتاع الجروبس. الديجريز اوف فريدم بتاع الايرور في حالتنا هو فرق الاثنين عن بعض، فرق الدي اف تي ناقص دي اف جي، فهيطلع الرقم اللي احنا شايفينه. المفروض لو قسمنا الارقام دي على الديجريز اوف فريدم بتاعتنا نقدر نجيب المين او الافرج ايرور بتاعنا، افرج سكوير طبعا لان احنا لسه سايبين الفاريبلز بتاعتنا كسكوير. فهي المفروض نقسم ده التوتال نقسمه على 7 9 4، الريزيدوال نقسمه على 7 9 1، او طب الارقام موجوده اهي. وطبعا هنا الجروبس عشان نجيب الافرج للجروب الواحد نقسمه على 3، فيطلع المين سكوير ايرور، سوري المين سكوير فاريابيليتي عندنا في حاله بين الجروبس وبعضها هيطلع الرقم ده، الايرور هيطلع الرقم ده، يبقى ده المين سكوير جروبس، وعندنا المين سكوير ريزيدوال ايرور اللي هو الاس اس اي على ديجريز اوف فريدم، فهيطلع الرقم اللي احنا شايفينه. نقسم الاثنين على بعض،
ال MSG groups على ال residual error فيطلع لنا ال F، وال F هنا بيحاكي ال Z في حالتنا قبل كده، أو سوري ال Z، وهو نفسه ال T. بقى عندنا حاجة جديدة اسمها ال F. نروح لل tables ونقدر نجيب ال A ال B value بتاعتنا باستخدام ال F value اللي احنا عندنا في الحالة دي 21، وباستخدام ال degrees of freedom نقدر نجيب ال B value في حالتنا، وفي حالتنا هنا كانت طالعة 0.0001، طبعا القيمة صغيرة جدا. طبعا القيمة صغيرة هنا في الحالة دي معناها ايه؟ معناها ان احنا هنرجكت النال هايبوثيسز، معناها ان في واحد مختلف عن الاخرين. بما ان ال B value صغيرة جدا 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 في الحالة بتاعتنا، لا ده في واحد مختلف فعلا، في جروب على الاقل في 2 جروب مختلفين عن بعض. طبعا هنا بنوضح ان ال B value لو كانت فعلا صغيرة جدا او اصغر من السيجنيفيكانس ليفل، ده معناه ان احنا we have to reject the null hypothesis في مقابل ان احنا بنوافق على ال alternate hypothesis. طبعا لو كانت كبيرة هنبقى العكس. وهنا ال data provide convincing evidence that at least one pair of population means are different from each other، يبقى على الاقل في 2 بيرز من ال data بتاعتنا دول مختلفين عن بعض، وده معناه ان في واحد على الاقل مختلف عن الباقيين كلهم. لو كانت البي فاليو كبيره ده معناه ان لا ده هم احنا قريبين من بعض، كل الناس قريبه من بعضها. طب ايه الشروط عشان نقدر نشتغل بالانوفا تيست ده او الاناليسز اوف فاريانس عشان نقدر نعرف الاكتر من نيوميريكال فاريبلز دول في حد فيهم مختلف ولا لا؟ اول حاجه الاندبندنسي، يبقى وزن الجروب الواحد، احنا هيبقى عندنا اكتر من جروب، ونفترض ان واحد نيوميريكال فاريبل، واحد نيوميريكال فاريبل، اتنين نيوميريكال فاريبل، تلاته نيوميريكال فاريبل، اربعه. فوزن الجروب الواحد ده لازم يكون السامبلز بتاعتنا تكون اندبندنت او الاوبزرفيشنز بتاعتنا. طيب كل جروب وجروب التانية ما يبقوش بيرد، يبقوا اندبندنت، ما يبقاش في بيرنج. لو كان بيرد هنشتغل بشغل البيرد. طب لو كان بيرد واحنا عايزين نشتغل على اكتر من نيوميريكال فاريبل هناخد كل اتنين مع بعض. طبعا هنا يبقى عندنا في كذا احتمال، هناخد ان واحد وان اتنين، ان واحد وان تلاتة، ان واحد وهكذا. الحاجة اللي جوه الجروب برضه لازم نكون قريب من نورمال ديستريبيوشن. في الجروب الواحد لازم يبقى قريب من النورمال ديستريبيوشن. كل جروبس دي الفارينس بتاعها المفروض ما يختلفش كتير، يبقى الفارينس بتاعنا كلنا يكون قريب من بعض، كل جروبس يكون ليها نفس الفاريبل الفارينس تقريبا. طب ازاي هنتست الاندبندنسز؟ اول حاجه لازم نعمل راندوم سامبلنج اكسبيرمنت، يبقى لازم نعمل راندوم اساينمنت، يبقى دي اول حاجه. واتكلمنا على الاعتبارات المطلوبة في الراندوم سامبلينج او الراندوم اساينمنت. الحاجة التانية لازم عدد السامبلز بتاعتنا تبقى اقل من 10% من البوبوليشن. الحاجة الاخيرة هو التست مهم جدا لكن احيانا ما بنقدرش نتأكد منه 100%، اللي هو عشان احنا اصلا لسه مش عارفين الديستريبيوشن الاندبندنسز. ممكن ناخد سامبلز تبقى ديبندنت على بعضها، اماكن ليها علاقة ببعض وهكذا، فأحيانا بيبقى فيه مشكلة في الديبندنسز. لكن لازم على الأقل نضمن الحاجات الأولانية اللي هي الراندوم سامبلينج والراندوم أساينمنتس والإن أقل من 10% من البوبيوليشن. الحاجة اللي بعد كده قلنا إن إحنا عايزين وزن الجروب الواحد، إحنا اتفقنا إن إحنا عندنا أكتر من راندوم فاريبل، إن واحد، إن اتنين، إن تلاتة، إن أربعة وهكذا. يبقى وزن كل جروب لازم الديستريبيوشن يبقى نيرلي نورمال ديستريبيوشن. وطبعا لازم بقى يبقى متأكدين ان هو قريب من نورمال اكتر كل ما عدد السامبلز بتاعتنا قل او السامبل سايز قل، ده هيخلينا نتطلب ان احنا نخلي نتأكد ان الديستريبيوشن بتاعنا نورمال. لو عدد السامبلز زاد يعني ممكن نبعد شوية عن فكرة ان احنا ما يبقاش عندنا مشكلة كبيرة قوي في ان هو يبقى نيرلي نورمال ديستريبيوشن. لو عدد السامبلز زاد يبقى احنا ما عندناش مشكلة كبيرة، لو عدد السامبلز قل يبقى احنا لازم نتأكد ان الديستريبيوشن اللي احنا شغالين عليه قريب من النورمال ديستريبيوشن.
الحاجة اللي بعد كده ان احنا بنتكلم على كل جروبس وبعضها او كل راندوم فاريبل وبعضه. في حالتنا هنا هنتكلم على التجربة اللي احنا واخدين عليها، بس ده يعتبر راندوم فاريبل، نيوميريكال راندوم فاريبل ده نيوميريكال تاني وهكذا. فممكن نقول عليه ده ان واحد وده ان اتنين وده ان تلاتة، راندوم فاريبل واحد، راندوم فاريبل اتنين، نيوميريكال راندوم فاريبل اللي احنا شغالين عليهم وهكذا. فلازم نتأكد ان الفاريابيليتي في حالتنا هنا بنقيس الفاريابيليتي بالفاريانس، لازم يكون الفاريانس بتاعهم مش مختلف كتير عن بعض. فده 2.2 ده 1.8 قريبين من بعض نسبيا، فبنسميها هوموسيداستيك جروبس، يعني الجروبس قريبين من بعض من حيث الفاريابيليتي او الفاريانس بتاعهم. وطبعا ده بيبقى مهم اكتر كل ما عدد السامبلز اختلف بين الجروبس وبعض. يعني شايفين هنا النيوميريكال راندوم فاريبل الاولاني كان عندنا عدد السامبلز 41، الثاني 400، الثالث 300. فهنا بنهتم شويه ان الفاريانس يكون قريب من بعضه، ما يكونش فيه اختلافات جذريه بين الفاريانس وبعضه between within الجروبس.